بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بفضل الله هنرجع تاني للأداة الجميلة والرائعة تري ودت. دي آخر حاجة كنا عملناها قبل كده في الأداة تري ودت، أفكركم بيها. تمام، لما بفضل الله عملنا لها يعني تعبئة للعناصر أو ملناها بالفل، وآخر حاجة شرحناها في التري ودجت كانت حلقة 192. كانت حلقة إيه؟ 192. أشغل لكم علشان أفكركم. آدي كنترول مع F5، وبص معايا أنا كده التري قدامي فاضية. بمجرد ما أعمل فيل تري هتلاقي الديفلوبمنت جواه كذا وكذا، وكل حاجة منهم جواها كذا، وهنا ماركتينج جواه كذا. الكلام ده كنا بنعمله على سبيل التجربة فقط، يعني مش بقولك ان الحاجات دي صح او كده، يعني على سبيل التجربة فقط زي ما شايفين مع بعض. بدوس دبل كليك عليه بيتضاف هنا. طب لو انا عايز ادوس دبل كليك على الويب ديفلوبر دي تتضاف كلها هنا. طب لو انا عايز لما اضيف حاجة من هنا تتحذف من هنا، خلاص اتضافت فتتحذف من هنا ما تبقاش موجودة. يعني انت خدتها من هنا حطيتها هنا، خلاص وصلت الفكره. بالنسبه للليست ويدجت خلاص خلصت القصه، عملنا معاها قبل كده. لكن انا دلوقتي بكلمك في الايه، بكلمك في التري ويدجت. خلاص، طيب تعال نشوف هذا الموضوع ونشوف هنطور عليه ازاي بفضل الله. هاجي هنا، دي كانت اخر حاجه، هي اد تو ليست اللي هي دي اللي بتضيف، ماشي. وقلت لك ان في بيرنت، خلاص موضوع البيرنت مفروغ منه، ما فيهوش مشكله خالص، ماشي. وعندك التوب ليفل تقدر تتعامل معاها زي ما تعاملنا قبل كده بفضل التوب ليفل اللي هو اول عنصر، يعني عنصر اب رئيسي، يعني مش داخل تحت حاجة، هو الرئيسي وجوه منه حاجات. خلاص، جوه بقى منه حاجات مش جوه منه حاجات مش فارق معايا، المهم ان هو رئيسي، يعني مش داخل تحت حاجة، رئيسي في الشجرة نفسها. المهم علشان تعرف تميزهم طبعا. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين لما تيجي تضيف يضيف العنصر، خلاص ده السطر ده ما فيش فيه مشكله، انا معايا الكرنت ايتم، ما تنساش دي، ما تنساش ان انا معايا الكرنت ايتم. انا عايزه بعد ما يضيف العنصر هنا بالسطر ده مش هغير فيه حاجه، بعد ما يضيفه يضيف كل التشايلد اللي جواه ان وجدت. يعني انا كده كده هعمل فور تلف على التشايلد، لو موجوده، لو مش موجوده مش هيلف. بس يعني انا هاجي هنا هعمل فور، بس عايزك تنتبه معايا لما نستخدم حاجه بتبدأ باسم عادي كده. يعني ايه اسم عادي؟ يعني مثلا تري ويدجت، ليست ويدجت، هتستخدم الاندكس بتاع الرينج. لكن لما نبدأ بحاجة فيها كيو معايا، فيها كيو، ماشي، ساعتها هتستخدم ايه؟ هتستخدم الاندكس من الزيرو زي ما عملنا هنا في الكولم. يعني افكرك لما جينا نضيف في الاول خالص هنا بقول له ايه، خلي الاعمدة واحد، ماشي. وهنا بتعامل الاندكس بتعامل من الزيرو. ليه؟ علشان انا هنا بادئ بكيو. اما فيما بعد ان شاء الله لما لغة الرينج تتطور اكتر، اي لغة الرينج في يعني مراحل تطوير كتير، لما تتطور ان شاء الله ممكن يبقوا يعملوا لنا بعد كده فريق اللغة ان شاء الله، والباشمهندس محمود سمير فريد يعمل لنا بعد كده تري ويدجت ايتم من غير الكيو. لما تبقى موجوده ان شاء الله هنبقى نشتغل هنا من الواحد زي الرينج بالظبط. عشان كده بقول لك، بس علشان ما تتلخبطش، الكيو ده خلاص حاجه، ولما بعد كده ان شاء الله يتظبط يبقى حاجه تاني. المهم نرجع لموضوعنا تحت. ادي الفور، يعني هعمل ايه؟ يعني الاكس من الاخر هتبدا من الزيرو. الاكس هتبدا من الزيرو، ليه؟ لان انا هشتغل على كيو تري ويدجت ايتم، ماشي. فهبدا من الزيرو. 2 لغايه فين؟ انا عندي حاجه بتجيب لي عدد التشايلد اللي جوه العنصر، 1 2 مفيش كده. انا معايا الكرنت ايتم سي يو ار ايتم، الكرنت ايتم اجيب منها ايه؟ دوت ايه؟ دوت تشايلد، يعني اللي جواها، الفروع اللي جواها، كاونت قوسين، يعني هات لي عدد الفروع اللي جواها. وبما اني هبدا من الزيرو يبقى نقص من دي واحد. كمل، لاني شغال على كيو تري وتجيت ايتم، بكررها تاني اهو، كيو. فيما بعد ان شاء الله لما اللغه تتطور وتبقى من غير الكيو موجوده
اشتغل، هتبقى الكيو موجوده واللي من غير الكيو موجوده، خد بالك. المهم ان شاء الله يعني ادي نيكست، وهاجي هنا هبدا اشتغل جوه بقى. ابدا اعمل ايه؟ شايف السطر ده؟ شايف السطر ده؟ هاخده هو هو كوبي، هو هو، احطه هنا بيست. الاختلاف الوحيد ايه هو؟ الاختلاف الوحيد ايه؟ مش عايز التكست بتاعت الكرنت ايتم، لا ده هنا في كل لفه هو هيعدي على كل التشايلد، فهنا هقول له الكرنت ايتم دوت تشايلد رقم كذا، رقم اكس طبعا لان الاكس بدات من الزيرو، خد بالك معايا. دوت تشايلد رقم كذا التكست بتاعها بقى، العمود الاول برضه هو العمود الاول ثابت اللي هو زيرو يعني، واخد بالك ازاي؟ اهو هيضيفه برضه كده، هيضيف كل الايه؟ كل العناصر، تمام؟ لو ليها تشايلد هيدخل يضيفها، ملهاش تشايلد خلاص. يعني مثلا تعال نجرب كده، ادي سيف وادي كنترول مع اف 5، تعال نشوف مع بعض فين الاول. هنا اهو بص، انا مثلا عندي الويب ديفلوبر جواها ثلاثه، لو انا دوست دبل كليك عليها ضافها وضاف الثلاثه لوحده، ضافها وضاف الثلاثه ايه؟ لوحده، تمام كده؟ طيب لو انا بقى جيت رحت عامل ازاي؟ بعد لما تخلص القصه دي كلها كده عايزك تعمل ايه؟ عايزك تحذف الكرنت ايتم دي، عايزك تحذف الايه؟ تي يو ار ايتم دوت، تي يو ار ايتم دوت ديليت، خلاص احذف مش عايز، لان انت خلاص ضفتها هناك. ادي سيف وادي كنترول مع اف 5، دوس فيل. انا دلوقتي ايه؟ فتحت الديفلوبمنت، انا دلوقتي ايه؟ فتحت دي، فانا عايز الويب ديفلوبر دي، فروحت دايس دبل كليك عليها، اتضافت هنا بمحتوياتها، يعني هي اتضافت في الليست ويدجت ومحتوياتها كمان اتضافوا واتشالت من هنا تماما، مبقاش فيه غير الموبايل ديفلوبر بس. نفس الكلام في اي حاجه بقى، ماركتنج مثلا جواها دول دبل كليك اتحطوا هنا، دبل كليك على السيل خلاص اللي بحطه بيتحذف. بص لو حطيت الموبايل خلاص اتحط، لو حطيت ديفلوبمنت اتحط، خلاص كده مبقاش في عندي حاجه. فكده بفضل الله طورنا اكتر. وعلى فكرة التطوير يعني احنا ممكن في الاداة الواحدة نقعد نعمل فيها حلقات كتير، بس انا مش عايز اطول عليكم، يعني احنا ممكن نمسك اداة اداة ونعمل فيها حلقات كتير قوي قوي، لان الامثلة ما بتخلصش والافكار ما بتخلصش والتطوير ما بيخلصش بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.